السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جيت نوريكم واحد المطبخ كيفاش كان وكيفاش ولا من بعد الإصلاح. كما كتشوفوا هذا هو المطبخ ديالنا كيفاش كان في الأول، من بعد جاء البناي وعاودنا هاد البلاصة هادي، حيد هاد الطبلة كاملة ديال الكوزينة، هاد ديك الرخام ديالها بكل ديالها مطوية البلاصة. من بعد عيطنا على الزليجي باش جا قطع واحد الحد باش يجي داكشي متناسق، ما يجيش هذاك الشيء فيه العيب او الديفو كما كنقولوا. تقطع داك الشيء مزيان مقاد مزيان. من بعد داز لا بلومبري باش تقدر تشي لا موديفيكاسيون على حساب اللي في الكوزينه ولا ماشينه لافي ولا فيسيل. وعاد من بعد جاب الزليجي الزليج وبدا كيشد العبارات ديالو من الفوق، كيشوف واش داك الشيء واش الجوان كيجي على الجوان مزيان، الخط مزيان، واش كاين شي تناسق ولا ما كاينش. وتف في الحد ديال الجنب كما كتشوفوا هنايا، حتى الجنب ديال البلاصه اخر بلاصه فين تقطعات، واش راكبه الزليجه مزيان، واش كاين تناسق مع الزليج القديم ولا ما كاينش كيف ما كتشوفوا معنا. من بعد ما سلا الزليجي كما كيبان لكم ها هو الشكل اللي جا. حاولنا نديروا داك البانو ديال داك الزليج المربع يجي من فوق البوطاجي، ومن تحت البوطاجي مشينا خدمنا على الديكور سامبل. داز الزليج كامل ابيض، خلى لنا غير البلايص ديال البريز ديال لا ماشينا لافي ولا فيسيل، وخلى لنا لي بوشون ديال الروبينيات ديال الماكينات الصابون ديال المواعين اللي فيه. من بعد جا النجار باش كيصوب لنا الخشب وكيشد له العبارات اكزاكت باش كيجي داكشي متناسق وكل حاجه محطوطه في بلاصتها كما كتشوفوا. من بعد داز الرخيمي هو اللي حط البلون ترافاي، حطنا الرخام كما كتشوفوا، حاولنا نديروا داك الرخام اللي غيجي متناسق مع الزليج. الرخيمي انا باقي ما كملش، كما باقي له دوك الباندات التحتانيين اللي كيغطيو لنا دوك الرجيلات ديال البوطاجي من التحت باش ما كيبقاش هاك الخوا كيبان، كيجي داكشي فيني. ودابا نتوما غتشوفوا معايا الشكل النهائي كيفاش ركب هادشي هذا وكيفاش جا. خليكم معايا حتى الاخر، ونتمنى يعجبكم الفيديو، واللي عنده اي تساؤل راه غتخليونا في التعليق ان شاء الله وغنجاوبكم عليه. خليكم معنا. صافا كملنا كما كتشوفوا الكوزينه ديالنا، هانتوما دابا الشكل ديالها كما دابا نخليكم لي صوب الكوزينه مول هاد الخدمه هادي، غنخليكم النمره ديالو في صندوق الوصف ولا غنخليها في وصف لي كومونتير. المهم غنخليكم لاباج ديالو النمره ديالو، فانتوما تبارك الله هادي بلاصه الثلاجه اللي كتشوفوا هادي بلاصه الثلاجه. هنا هذا هو البلاكار على هنايا ليزيباجير، هذه هي بلاصة الهوت، ومازال تقطع على بلاصة الكويزينير، حتى تجي الكويزينير عاد يقطعوا هاد العبار ديالها باش ما تجيهاش كبيرة ولا صغيرة. هنا هذه البلاصة تاع البريز ديال تاع الهوت، وبلاصة يقدروا يركبوا لاكين ديالهم كما كتشوفوا. لي زاكسيسوار زوينين، ماركة مزيانة. هذا السيد كيخدم هاد الشيء هذا تبارك الله، عنده ما يقول هاد الشيء هذا، كاين الكاليتي بون، كاليتي هادي بلاصة البوطة هنايا، قطع البوطة باش تخدم بيها الكوزينيير. كما كتشوفوا لي زاكسيسوار هما تيسهل بيها ما كيتسحبش. عندنا هنايا عاوتاني هذا، عندنا بلاصة عرض هنايا، عندنا عاوتاني هذا هنايا. الخدمة تبارك الله متقونة، حاول يكون التواجد زوين. هذا هنا واحد البلاكة كتجي تدخلها تما باش ممكن تعيش فيها، حتى هي كتخدع فيها اللي بغيتي. هنا هادو المجورة، المجورة هادو الكوزي حيت ما غيكونش الفران هنا لتحت، دارو المجورة تشكيل، عندهم فران مسيباري على الكوزينيير، دارو هنا بلاصة بلاصة ديال بحال هادو مجورة كيما شفتو، جاو مجورة كبارين عراض. كامل الامونتيسور انتما كما كتشوفوا لي زاكسيسوار السكات تاعهم مزيانين، يعني تبارك الله ما شاء الله هادشي تبارك الله
دونك هادي داكشي باش خليت باش استوعبت وصورت انا هادشي هذا. هاد السيد ما كيعرفوش ولكن فاش الخدمه ديالو تبارك الله راه خدمه متقونه الله يعطيه الصحه. وكما كنا كتشوفوا ما كيستحوش هنا اللي وسط بكيرة الصابون الله ماشي على راضي. وهذا كما كتشوفوا هذا بلاصه حتى حتى ليفين الكوزينه هنا كيستغلوا شي حاجه بغاو يستغلوا شي بلاصه. هذا هانتوما كما كتشوفوا معنا راه حنا صورنا لكم الطريقه كيفاش ركبناها. هانتوما كتشوفوا هذا المنطقه ديال البويه زايد الروبينيات هذا كتشوفوا هذه البوزيسيون وكتحيد كيما بغيت لها الطير وباش تكون هنا بالنسبه لها كيما بغيت ديرو ديرو. هذه هنايا بلاصه لافيسيل لافيسيل هنايا كلشي كيجي كاسطري ما كيتلاقاش شي حاجه باينه. وهذا هو المكان هنايا المكان اللي كتشوفو صافي الله يدي فيه اللي بغيتي. كيما قلت لكم الاخوان هذا ديال هاد السيد اللي صوب هاد المهدي في الكوزينات غتلقاوه عندي اما في الديسكريبسيون ولا تلقاوه في الكومنتار. نتمنى تكونوا عجبتكم هاد الخدمة هادي ونعاودو ان شاء الله في خدمة اخرى ان شاء الله. مع السلامة.